Not to be surprised, i7-100 Medit has arrived. تعالوا نعمل unboxing ونشوف ايه اللي بنلاقيه هو الكرتون. انا سوى ازاي من النيو اكسبيرينس دي عشان ندخل الديجيتال دنتستي وورلد اكتر ونقدر نشوف كل حاجه في الفيلد ده. ده كده اول كرتونه لان فيها الحاجات دي. تعال نستكشف مع بعض ايه اللي موجود في الكرتونه التانية. ده كان الانبوكسنج النهارده للميدت سكانر i700. ان شاء الله هجرب الاكسبيرينس بتاعت السكاننج فيه وهوريكم ستيب باي ستيب ايه اللي بيحصل معاه وايه الاكسبيرينس بتاعتي with this new product. ان شاء الله اشوفكم على خير. باي باي.